ندى أبو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين في لبنان مستهترين بشعبكم، ظهرت بملامح متعبة وأبكت الجميع. مع بزوغ الفجر أمطر جيش الاحتلال الجنوب والبقاع مرورا بالساحل وصولا إلى الجرود بمئات الغارات معلنا دخول الحرب على لبنان مرحلة جديدة. تصدر اسم الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلاله عن استيائها الشديد من المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة لحماية الشعب وخصوصاً النازحين في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي التفاصيل، هاجمت ندى أبو فرحات المسؤولين قائلة: شو عم تعملوا لتساعدوا النازحين؟ من وقت انفجار بيروت لليوم مش شايفي مسؤولين مستهترين بشعبهم لهالدرجة. مضيفة: تعلموا منا نحن الشعب كيف منوقف حد بعض بالأزمات. عندي سؤال، انتو مسؤولين شو عم تعملوا بالنهار لتساعدوا النازحين؟ أهلنا النازحين. انتو كدولة شو عم تعملوا بنهاركم غير انه تطلعوا على تيفي تستنكروا وترفضوا وهالحرب لازم توقف؟ عن جد هالحرب لازم توقف، عن جد ما كنا عارفين. انا مني شايفة من وقت انفجار بيروت لليوم مني شايفة مسؤولين مستهترين بشعبهم لهالدرجة. وحدا منكم طلع قال انا بقدم أرض عندي إياها للنازحين، بعمر بيوت بأقل كلفة ممكنة لشعبي لينستر هلأ لكن خلصت الأزمة. تعرفوا إذا كلكم عملتوا هيك شو بيصير؟ منصدق إنه في وحدة وطنية. تعلموا منا نحن المواطنين اللي عم نساعد بعض وحاطين إيدينا بإيد بعض. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أشادوا بكلام ندى وأيدوها، مبدئين عتبهم الكبير على المسؤولين اللبنانيين لتخاذلهم تجاه شعبهم. عم نحكي هلأ بالموضوع، ما بقدر أحكي ديتيلز، بشجع كتير لأنه هذا. وكانت قد أجبرت الغارات الإسرائيلية الكثيفة والواسعة ألاف اللبنانيين في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية على النزوح من قراهم وبلداتهم بعد استهداف المنازل السكنية الآمنة وبعض الطرقات، ناهيك عن الأضرار المادية في الممتلكات والمنازل والسيارات. وقد تفاعل عدد كبير من نجوم لبنان مع ما يحصل، كان أبرزهم الممثلة اللبنانية دجا حجازي التي عبرت عن حزنها الشديد لما يحصل في لبنان من اعتداءات واستهدافات من قبل العدو الإسرائيلي الذي دمر بهجماته الكثير من المناطق اللبنانية. مش عارفين اذا في بالبيت حدا، يا الله ما في حدا. أدت موجات الغارات الجوية التي نفذها العدو الإسرائيلي على مختلف المحافظات والأقضية اللبنانية إلى موجات نزوح المدنيين من المناطق المستهدفة. وفي التفاصيل، استذكرت دجا في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام طفولتها التي عاشتها في الجنوب اللبناني، فكتبت: أنا بنت الجنوب، يمكن خلقت برا بس عشت فترة من طفولتي فيها، بس كبرت وتزوجت وتركت لبنان. بتذكر كنت كل ما أرجع وروح على الضيعة ما في بيت ما بيفتح بوابه إلي. ولفتت إلى الطريقة التي كان يتعامل بها أهل بلدتها الجنوبية فقالت: امتى بدك فراك جنوبية يا دجا؟ امتى بدك ملوخية؟ خدي معك زيت زيتون بلدي وزعتر أخضر، دبحنا ذبيحة اليوم والمشاوي علينا، ما في أكرم من أهل بلدي. وأضافت: بتعز علي هالست السبعينية يلي حاملة منقوشي بالشارع أو نايمة على الأرض، أو هالولاد يلي تركوا بيتهم بلا غراضن وما معهم شي دفيهم والشتي على البواب. بتعز علي الأم يلي مش قادرة تعمل شي لولادها. خاتمة كلامها بالقول: بتعز علي يا جنوب.